اعتمدت الصين ذات المساحة الواسعة وشعب تجاوز المليار إنسان سياسة الطفل الواحد لعقود ثم ألغتها في 2015. وعلى العكس قررت اليابان تخصيص مبلغ 19 مليون دولار عام 2021 للسلطات المحلية من أجل زيادة معدل الإنجاب، وكذلك تفعل دول أخرى. فوجود عدد كبير من السكان يمكن أن يكون ميزة كبيرة أو عبئاً كبيراً بحسب حالة كل بلد وطريقة تعامله. يرى الكثيرون أن الزيادة السكانية تعني المزيد من الأفواه التي تحتاج إلى الطعام، ومزيداً من الضغط على القطاع الصحي، والمزيد من الأطفال الذين يحتاجون المدارس والتعليم. لكنهم ينسون أن الزيادة السكانية التي تدار بشكل جيد توفر فوائد ضخمة للبلاد. فالطلب على التعليم والصحة والنقل والخدمات العامة يولد الوظائف وعائدات الضرائب، فيؤثر ذلك على النشاط الاقتصادي للدولة، كما أنه يعني أيادي إضافية للزراعة والصناعة وأسواقاً أكبر لشراء المنتجات. بل ربما يمكن تحويل هؤلاء البشر أنفسهم إلى ثروة. وإليك مثالاً، لطالما وصفت اليابان على أنها دولة تفتقر إلى موارد طبيعية رئيسية مثل الغاز الطبيعي والنفط والذهب والنحاس والحديد، ولديها اليوم شعب تعداده 125 مليون نسمة يعيشون في بلد صغير نسبياً تبلغ مساحته 378 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل سدس مساحة السعودية وثلث مساحة مصر، إلا أنها استغلت ما لديها بشكل فعال. استثمرت اليابان في التعليم وفي البحث والتطوير في مجال العلوم لتصبح اليوم قوة تكنولوجية واقتصادية يضرب بها المثل. اعتمد الاقتصاد الياباني على إنتاج الكثير من الصادرات ذات القيمة المضافة، ما يعني أنهم يستوردون بعض المواد الأولية لتصنيعها، ثم يتم تصدير تلك المنتجات إلى الدول التي وفرت المواد الخام التي يفتقرون إليها. وفعلت الصين شيئاً مشابهاً بعد وفاة ماو تسي تونغ عام 1976. بدأت الإصلاحات التي قادها الزعيم دينغ تشاو بينغ في تغيير وجه الاقتصاد الصيني. فتحت الصين الأبواب للاستثمارات الأجنبية، وتدفقت رؤوس الأموال بسبب توفر العمالة الرخيصة والإيجارات المنخفضة في الداخل الصيني، وتحولت الصين إلى أكبر دولة مصدرة للسلع في العالم. ويقول البنك الدولي إن أكثر من 850 مليوناً من الصينيين تمكنوا من الخروج من دائرة الفقر. من جانب آخر، فكثرة الموارد الطبيعية والبشرية لا تضمن التنمية ولا تعني أنها ثروة ما لم تصاحبها عدة عوامل لتسخير تلك القوة البشرية، منها أن يكون الشعب على مستوى جيد من التعليم والمهارات التي تخدم الاقتصاد الذي يرفع بدوره المستوى المعيشي للأفراد. ولن يتحقق ذلك بدون حكومة لديها قدرات جيدة على التخطيط والإدارة وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك. فالصين التي ضربنا بها المثل قبل قليل واجهت مجاعة في الخمسينيات، راح ضحيتها ملايين البشر بسبب سوء التخطيط وسوء الإدارة في زمن ماو، وليست بعض الدول الإفريقية عنا ببعيد. هناك ستجد أراضي خصبة وثروات طبيعية وثروة بشرية، لكن يعيش معظمهم تحت خط الفقر، وربما يطاردهم شبح المجاعة في ظل مستثمرين أجانب يستغلون الموارد ولا يستثمرون شيئاً في الاقتصاد المحلي، واستنزاف أرباح الموارد الطبيعية من قبل المسؤولين الحكوميين الفاسدين، أو إهدارها على مشاريع لا تسمن ولا تغني من جوع، أو على النصب التذكارية للرؤساء الذين يحكمون مدى الحياة.